العربي متعدد السنوات من البشر. واش ممكن هذه المعطيات من تكوين رؤيه واقعيه على الوضع الحالي للاسر وتحديد الاحتياجات من اجل تطوير الوضعيه الاجتماعيه للفئات المستهدفه وتحسين الخدمات المقدمه لها؟ وفقنا الله واياكم انجاح الفرص الملكي المتجدد الذي يراهن على الاستثمار في الرشيد راس المال البشري بغيه تحقيق اهداف التنميه المستدامه في افق سنه 2030 تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك عبد السادس نصره الله، وتاتيها الاتفاقيه مفيده لاتفاقيه البار التي تجمع بين المنصب الوطني للتنميه البشريه الذي تم احداثه بمبادره ملكيه ثانيه سنه 2006 والتنسيقيه الوطنيه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه والتي تهدف الى جمع البيانات حول الاشعال على المستوى التراثي المتعلقه بالاسر على المستوى الوطني ومن ضمن هذه الجهات جهه التنظيمات الصرف.